اسمع ليا وركز معايا في هادشي اللي غادي نوريك في هاد الفيديو. هذا راه غادي تدخل اكثر من 5000 درهم شهريا من هاد اللعبه هادي ولا هاد التطبيق هذا اللي داير ضجه بزاف في الانستغرام وبزاف الناس كيسولوني عليه في تيك توك. شرح لينا خويا، شرح لينا كيفاش كتسحب، شرح لنا كيفاش كتربح منه النقاط. تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، غادي نوريك كيفاش انك تربح منه هاد الفلوس هادو كاملين. ما يمكنش الاخوان قيمة الميساجات اللي كيوصلوني على التطبيق ديال لوفلي بيت. شرح لينا كيفاش كتربح منه النقاط، شرح لينا كيفاش كتحل باي بال، شرح لينا كيفاش كتسحب منه، شرح لينا بزاف ديال الميساجات، وما قدرت الاخوان نجاوبكم كاملين، سمحوا لي بزاف. ولكن في هذا الفيديو هذا بغيتك غير تبع معايا الخطوات اللي غادي نوريك. يعني راه التطبيق ساهل، ما فيه ما يتشرح، ولكن غادي نحاول نبسط لكم وندير لكم فيديو طويل. بغيتك غير تبع معايا وتتبع الفيديو من الاول حتى الاخر. بزاف الناس كيوصلوا لهاد المرحله هادي كياكلوا هاد القلوبه هادو محال هكا كيبركوا عليهم، والنقاط كيتزادوا معاهم الفوق كما كتشوفوا معايا هنايا. بزاف الناس من بعد هاد المرحله ما كيبقاوش يظهروا لهم القلوبه بحال هكا وكيتلفوا. شوفوا معايا اول حاجه عدد النقاط ديالي، اللهم بارك. مهم بغيت غير نقول لك في هاد الفيديو هذا ما تدوزش شي خطوه، حتى راه غادي نشرح لك داكشي من الاول حتى الاخر. اول حاجه الاخوان، راه بلا ما نقول لكم كيفاش تيليشارجيو التطبيق، كيفاش يعني تسجلوا فيه بالجيميل ديالكم، راه ساهل. التطبيق كاين في بلاي ستور، غتمشي غتكتب لوفلي بيج وغتسجل عادي بالجيميل ديالك، وغادي توافق على الشروط وانت دخلتي للتطبيق. من بعد عجبالك هاد الخانه هادي، دير هاد الكود هذا غادي تربح 1000 نقطه. ما بغيتيش ديرو ديرو، ما بغيتيش انت حر اخويا. المهم راه غير كتسهل عليك وكيعطيك واحد 1000 نقطه كبدايه في التطبيق. المهم اخوان نرجعوا دابا للموضوع ديالنا. كما كتشوفوا معايا هذه هي الواجهه ديال التطبيق. الفوق كتلقاو عدد النقاط ديالكم، انا عندي 10 ديال المليون نقطه و 900 المهم علينا و 926000. المهم اخوان النقاط راه كيتزادوا حيت انا خدام بنظام الاحاله، انا كنخدم بنظام الاحاله هو اللي فيه الارباح بزاف. وبالنسبه للعروض راه كاينين ارباح بزاف، غير الناس ما كيبغيوش يكملوا هاد العروض هادو وكيملوا منهم. اول حاجه غادي نوريكم اثبات السحب، غادي نجيو نكليكيو على ريدم بحال هكا. غنتسناو كما كتشوفوا معايا هو اثبات السحب ديالي، راه سحبت منه اكثر من 10000 درهم هاد التطبيق. انا ما بغيتش الاخوان نهبط لتحت، يقدر الفيديو ما يتبوستاش في يوتيوب ولا يطير. المهم انا غادي ندخل لكم الباي بال ديالي باش نتاكدوا ونوريكم يعني اثباتات السحب الاخوان من هاد التطبيق، شحال سحبت منه بالدليل وفوقاش كتوصلني. يعني قل من يومين كيوصلني السحب. بغيتك غير تبع معايا، راه غادي نوريك اليوم كلشي، وغادي نوريك حتى من السياج كما كتشوف. ها انتم الاخوان، ها هما الارباح ديالي فيما تشوف. هاد بلوبتيك عارف راه من تطبيق لوفلي بي. ها انتم كما كتشوفوا معايا 30 اكتوبر، اليوم شحال في الشهر؟ اليوم 4 نوفمبر، يعني 4 ايام الاخوان غنديروا السؤال. المهم تبع معايا اخي الفيديو، لحقاس راه غادي نوريك داكشي اللي ما كيبغيوش يوريوه لك، ونعطيك الاستراتيجيه باش كنخدم انا. ها انتم الاخوان شوفوا معايا، يعني غير هو انتم ثلاثه هنايا الاخوان. ها هي راه سحبت السياج كما كتشوفوا معايا، ها هي سحبت 929 دولار كما كتشوفوا معايا اللي هي شي 9000 درهم. المهم غادي ندخلوا الكونط ديالنا في السياج باش نوريكم عاوتاني الاخوان باللي السحوبات راه كتوصل من الباي بال السياج. يعني بلا ما يجي شي واحد يكذب عليكم ولا يقول لكم لا راه التطبيق ما خدامش، راه هادي هو الحساب ديالي الاخوان كما كتشوفوا. وها انتم الاخوان كما كتشوفوا معايا، هنايا سحبت 7000 درهم كما كتشوفوا، نهار 28 شهر 10 8، وفي نفس النهار الاخوان سحبت 2400 درهم كما كتشوفوا معايا هنايا. اخر مره يعني قبل هذا السحب هذا سحبت 5200 درهم. يعني الاخوان اللي بغيت نقول لكم بلي راه التطبيق صادق مليون في المية. يعني غير بنادم يمشي يدير النية ويخدم في التطبيق اللي غادي نشرح لك اليوم، وبزاف ديال الناس كيلقاو مشكلة. اول حاجة غادي نبداو بها هي كيفاش تجمع النقاط. كيفاش تجمع النقاط؟ عندك كنقول لك عندك شي 5 ديال الطرق ولا 6 كيفاش تجمع النقاط. اول حاجة غادي تشوف هذيك الزائد اللي كاينه الفوق اللي فيها ديك الجوهرة تبرك عليها. انت عندك جوج خان. الخانة الاولى انك كتفرج في الفيديوهات، كل فيديو كيعطيو عليه نقطة وزهارة. بالنسبة للناس اللي ما كيضروش معاهم يعني هاد القلوب هادو في الشاشة، راه خصكم يعني هاد الكليب هذا تهلاو فيه، يعني تبقاو تعطيوه الماكلة، تعطيوه الماء، وتخليوه ينعس وتلعبوا مع هاديك بلاي. كما كتشوفوا خصني 5 ديال الجواهر، انا عندي غير 3 تما باش نجيب دوك الخمسة. غادي نتفرج في الفيديوهات ولا غندير دوك العروض. مثلا غنتفرجوا في هاد الفيديو هذا المدة ديالو 30 ثانية، 15 ثانية، 20 ثانية، يقدر ما يخدمش الفيديو كاع ويعطيوك نقطة انت وزهرك. المهم الاخوان خلي يبدا معايا الفيديو وانا غادي نرجع معكم. ها انتم الاخوان كما كتشوفوا الاعلان راه تفرجت، شوف تسال غادي نبرك على ديك تخطي الفوق.
انتما كما كتشوفوا الاخوان عيد زدت لي واحد النقطه اللي هي واحد الجوهره. غادي نعاود الاخوان نتفرج واحد الفيديو اخر باش انكم غادي تزيدوا تفهموا بزاف يعني شنو كنقصد باش كنقول لكم خاصكم تهلاو في هذا الكليب هذا حيت هو اللي غادي يربحكم نقط بزاف. غادي نعاود نكليكيو على ديك زائد الفوق كما كتشوفوا غادي نتسناو يعني ما بين 15 ثانيه حتى 20 ثانيه يعني باش يوجدوا لنا اعلان واحد اخر حيت التطبيق الاخوان هو كيربح من مشاهده يعني من كتفرج في الفيديوهات وكيدوز يعني اعلانات ديال الناس ديال التطبيقات ديال اي حاجه وفي نفس الوقت انت راه رابح معاه يعني هو كيربح من الاشهارات وانت هو راه كيخلصك. ها هي واتش الاخوان غادي نعاودوا نكليكيو عليها وانتم كما كتشوفوا غادي نتسناو 20 ثانيه وغادي نعاود نرجع معكم الاخوان. كمل معايا الفيديو لحقاش راه باقي كي غادي نوريك استراتيجيه اللي غادي تخليك تربح فلوس من هذا التطبيق هذا. ها هو كما كتشوفوا الاخوان غادي نبركوا على ديك العلامه الفوق نحيدوا الاعلان احنا ربحنا الاخوان يعني دابا عندنا في الطوطال 5 الجواهر. غادي نجيو نكليكيو على بلاي وانتم كما كتشوفوا الاخوان الكليه بغى يبدا يلعب بوحدو بعد ديك الكره. من بعد غادي يطلبوا منك انه غادي يمشي ناس ملي غيمشي ناس عاوتاني الاخوان غادي يفيق غادي تعطيو الماكله يعني نتوما الاخوان انا غادي نهنيكم من هادشي كامل الا ما كنتيش انت يعني مهتم انك دير هادشي كامل تهلا في هاد الكليب. غادي نوريك كيفاش تجمع نقيطات ساهلين يعني واحد الطريقه اللي ذكيه بزاف كما كتشوفوا معايا هما كيضروا معنا هاد القلوب هادو. بالنسبه للناس اللي ما كيضروش معاهم راه خاصكم تهلاو في الكليب غير بغيو يظهروا معكم النقاط بزاف. اول حاجه غادي نرجعوا نكليكيو على ديك الزائد وغندخلوا لي طاس هنايا اخي ركز معايا مزيان دابا وحل معايا عقلك. هنا راه كاينين واحد العروض اللي ما يمكنش مثلا بلاي تايم شوف معايا هنايا التطبيق في الكتالوج غيبدا يطلع لك التطبيقات اللي غادي تيليشارجيهم ويقول لك مثلا لعبهم. انا شوفوا الاخوان شحال من تطبيق اللي نزلت ولعبت وشحال من نقطه ربحت عليهم. مثلا علي بابا قالوا لي تيليشارجي غادي تربح عليه 4797 انا الاخوان يعني ما كملتوش والحمد لله ربحت منه 4432 نقطه. هاد لابليكاسيون باي بيتها الاخوان تيليشارجيتها وحيدتها ما عجبتنيش يعني ما بغيتش نكمل فيها. هاد هاكواليتي الاخوان عاطيني فيها 3262 خديت منها 2773 يعني الاخوان ما بقى لي والو نكمل داك الخط الاخضر وغادي نربحها كامله ويعني هي وعلي بابا واش التطبيقات كامله اللي كتشوفوا راه غادي نكملهم قريبا ان شاء الله وغادي ناخذ منه من قيطاج. هذه الطريقه الاخوان الاولى. بالنسبه للطريقه الثانيه راه كتشبه الطريقه الاولى وكتشبه الطريقه الثالثه يعني غادي نشرح لكم هاد العروض كاملين راه خاصكم ديروهم باش انكم تاخذوا النقاط ديال بصح. شوفوا معايا الاخوان مثلا بالنسبه لهاد العروض اللي كاينين عاوتاني في هاد البلاصه هادي شوف معايا شوف مثلا غير ديك الاولانيه كيقول لك انك غادي دير شي حاجه مثلا شي ها نتوما شوف كيقول لك تيليشارجي التطبيق نحيد الصوت هادي لعبه الاخوان كما كتشوفوا كيقول لك لعبها يعني وحل دوك لي باك ويدير شي حاجه مهم شي مهمات انك خاص ديرهم. شوف شحال نقطه من التوتال ها هي عندك 500000 نقطه و 683 جاتها شي 50 دولار ولا شي 60 دولار بحال هكا. شوف معايا العرض الثاني والعرض الثالث ايوا اخوان يعني الا خدمتي غير فهاد العروض هادو يوميا انت ما تمشيش لدوك اللي يعني فيهم نقاط بزاف. سير مثلا هنا هي استبيان اصحاب الهواتف الذكيه 20 دقيقه غتاخذ فيها 5210 اللي غادي تكون شي 100 درهم بالنسبه لدوك النقاط يعني ساهلين بزاف. ها انت شوف هذا قم بالتسجيل للحصول على مكافاه الاستبيان عندك 5 دقائق تاخذ 1066 نقطه اللي هي 1 دولار. شوف كاين بزاف مثلا كيقول لك تيليشارجي ابليكاسيون دخل بالجيميل ديالك عطينا معلومه يعني ساهل استبيانات اللي ساهلين. وبالنسبه لهاد العروض اللي كيبانوا لكم هنا كاملين راه كلهم كيتشابهوا يعني غادي يعني اي حاجه درتيها في داك العرض اللي فات غادي يطلبوها منك في العرض اللي جاي يعني ساهلين بزاف الاخوان. ودابا ركز معايا غادي نوريك كيفاش تخدم بنظام الاحاله وغنعطيك جروبات اجنبيه ولا غنعطيك جروبات هنديه. بالنسبه للهنود راه ما يعني بالنسبه نتوما راكم عارفين دوله اللي شويه فقيره وهذه اي حاجه قلتي لهم فيها الفلوس راه كيديروها. اول حاجه غادي تمشي لديك انفايت يعني الاحاله ديالك يعني دعوه غادي تجي غدير كوبي بحال هكا ركز معايا غدير كوبي. بالنسبه لهذا الكود ديالي بغيتي تكتبو راه غتاخذ 1000 نقطه ما بغيتيش راه سوقك هذاك انا غادي نربح معاك 250 نقطه و20% المهم غدير كوبي كما كتشوف معايا غادي تجي الفيسبوك. ما تقول ليش ما عندكش فيسبوك فيسبوك راه دري صغير ولد 2009 2006 راه كاين عنده هاكاك. من بعد غادي نجيو للخانه ديال الروشيرش اللي الفوق غادي ما غاديش تكتب يعني شي حاجه ديال العربيه ما تكتبهاش ما تدورش معاك كتب مايك موني بحال هكا بحال هكا ودير اونلاين وغادي تمشي للجروب ما تمشيش لي باج سير الجروب. ها انت شوف معايا شحال من جروب انا داخل ليه حاول تدخل دوك الجروبات اللي فيهم 3000 واحد 4000 واحد ولكن خاص يكونوا اونلاين. مثلا هاد الجروب هذا
فيه 165,000 البشر، ولكن راه ماشي اونلاين. ها نتوما، ها شفتي بنادم فوقاش اخر بوست 3 سبتمبر، يعني ما عندك ما دير هنا. غادي تمشي لشي جروب اللي ديما كيكون اونلاين، يعني ديما كيبوستيو، فهمتي البلان؟ ها نتوما، ها مثلا دابا هذا يلا 20 مينيت باش لاح بوست، هذه فيكتوريا باغا تبيع طوموبيل، هذا كيبيع حوايج، هذا المهم. شوف انا غير عطيتك فكره كيفاش انك تقلب وتجيب بنادم. راه فيسبوك فيه كلشي، ما عجبكش فيسبوك دخل اخويا حل الكونت في هاد البانتريست، هادي راه فيها يعني غير الناس الامريكان، الناس ديال يعني الانجليز، ديال يعني دول اوروبيه ماشي دول يعني عربيه، قليل دول عربيه. غتدخل غتحل فيه كونت وغتسجل وغتبقى تبوستي بحالو بحال انستغرام، غتحاول دير فيديو بلونغلي ان شاء الله. الا بغيتو ندير لكم هاد البلان هذا فيديو الجاي، غير قولوها ليا، غادي ندير لكم فيديو كيفاش تخدم بالبانتريست وكيفاش تجيب يعني ريفيرالز بزاف غير بهاد لابليكاسيون هادي. سير تيليشارجيها دابا وخليها عندك. المهم بغيت نقول لكم الاخوان باللي راه جوج يعني بزاف ديال الطرق كيفاش تربح من هاد لابليكاسيون، والحمد لله انا راه كندخل منها ارباح يعني اللي خياليه. اقسم بالله شاف يومين ربحت منها 8,000 درهم، نقدر نقول لك 9,000 درهم ما عقلتش، ولكن التطبيق راه كيخلص وفيه فلوس بزاف. ها نتوما هذه الطريقه الاولى اللي كنربح منها نقاط ساهلين. ها هو هاد الكلبه دا غنمشي غادي نبرك في ديك سليب وغادي يمشي ناس، يعني ساهله. هادشي ما غاديش دير، وهادشي دري صغير غادي تعطي تليفون وغادي تقول ليه دير هاد المهمات راه غيديرهم، ساهلين بزاف. ها نتوما نقاط لي فابور هي 10 مليون نقطه، اللي هي نقول لكم شحال جاتني بالطوطال، جاتني تمايا 10,000 درهم مغربيه. ان شاء الله غادي نسحبها قدامكم وغندير لكم فيديو الجاي، غادي ندير فيديو راني سحبت 1,000,000 مغربيه. اخوان هادشي اللي كان في هذا الفيديو هذا، بلا ما دير لي ابوني، بلا ما دير لي حتى شي لايك، بغيت كير تمشي تخدم على راساجك والله يسهل عليكم كاملين الشباب.